أنا أحمد، أنا من الصومال لاجئ في الأردن، وهذه قصتي. أنا صومالي الجنسية، ولدت في السعودية. في فترة من حياتي أهلي اضطروا أنهم يتركوا السعودية، هاجرنا إلى سوريا. عشنا فيها حياة حلوة وكانت أمور كويسة، وأهلي كانوا يديروا تجارتهم هناك، لدرجة أنه بعد الدراسة الثانوية حاولت أتخصص في الطب البشري، رحت على أوكرانيا. للأسف يعني ما قدرت أكمل دراستي. بعد فترة جيت على الأردن بحيث أن أكمل دراستي، وتخصصت في المرة بالهندسة الطبية. لضيق المال لحسب المشاكل في سوريا اضطريت أني أترك الدراسة وأني أكون حياتي هون في الأردن. بما أنه ما فيني أرجع على بلد الأم والبلد اللي ولدت فيه وسوريا، اضطريت أن أكون حياتي هون في الأردن وأصير لاجئ. هون في مركز النزهة الدعوة المجتمعي أنا متطوع هون بهالمركز، وبساعد المجتمعات اللاجئين والمجتمع المحلي من خلال دمجهم مع بعض عن طريق أنشطة تقدم لكل الفئات العمرية، وتشمل هذه الأنشطة أنشطة ترفيهية، تعليمية، تدريبية، يعني كل أنشطة ممكن تجي على رأسكم بنعملها بهذا المركز. من خلال تجاربي في الحياة تعودت أن دائما أواجه مشاكل وأحلها وأتأقلم معها. من هون من المركز استفدت الخبرة كثير، نفعتني كثير مع المجتمع اللاجئي، بحيث أنهم تركوا بلادهم من ويلات الحروب، المشاكل اللي موجودة في بلدانهم، وبحاول قدر الإمكان أنه أكون شخص ملهم إلهم، وأكون يعني قدوة إلهم، أنه الشخص مهما صار ما يستسلم للواقع اللي هو فيه، يحاول يبدع ويطلع أحسن ما بداخله.